السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة النادي الأهلي أمام نادي مصر المقاصة، مباراة بإذن الله تعالى في الجولة 18 أو بمعنى أصح مؤجلة من الجولة 18 في الدوري المصري الممتاز. المباراة بإذن الله تعالى متابعي الكرام ميعادها اليوم الأحد 11 يوليو أو 11/7/2021، المباراة بين مصر المقاصة والمدرب محمد عبد الجليل أمام النادي الأهلي والمدرب بيتسو موسيماني، ميعادها الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. المباراة ميعادها الساعة 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ميعادها الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. ملعب المباراة استاد الجيش بالسويس. القناة الناقلة للمباراة قناة اون تايم سبورتس اتش دي 1 او اون تايم سبورت الأولى. معلق المباراة محمد الكواليني، وفي مواقع تانية بتقول ان معلق المباراة أيمن الكاشف. طيب اشترك في القناة وفعل زر الجرس، بعتذر اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، وكان معكم محمد نور الدين. لا تنسى تعليق على المباراة، توقع نتيجة المباراة في التعليقات عشان تشترك معنا في الصفقة الرياضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.